بس يا بنت انت طلعتي طيب. وانا بنتي اللي طلعتي جادعة، يعني جبت لي جلابيتي من عند الناس الوحشين دول، وجبت لي دواء من الأرزخانة، برضه الواحد ما ياخدش بالظاهر، يعني على رأي المثل تعرف فلان أعرفه، عشرته لا، يبقى ما تعرفوش. تعرفي أنا كنت في الأول زيك كده، طيبة قوي وأسخم كمان من كده. بس الناس في مصر غير بلدكوا خالص، الناس في مصر هنا لازم توريهم العين الحمراء من أولها بدل ما يبهدلوكي ويجرجروكي. لا ما تقوليش كده، دي مصر حلوة، مصر حلوة وناسها حلوين، وأنت حلوة أهو. ده في الأول بس، ما تاخديش على كده، ممكن فجأة أوريكي وش ندالة. آه هتشوف. والنبي؟ آه لا بجد ولا إيه؟ يلا يا هبلة يلا. البيت أهو. هو ده؟ آه يلا. اطلع خرفك على خالتي بقى. يعني انت مش قايله لها انك بتشتغلي في البيوت؟ لا الله يبت. امال بتقولي لها انت رايحه فين وجايه منين؟ بروح مع فدوى جارتها الحضانه اغير العيال الصغيره. قولي لي يا وز اعمل ايه؟ اقول لها ايه؟ مش عارفه يا اختي ده ايه ده؟ حضانه ايه اللي انت بتشتغلي فيها مع عليا؟ طب بصي انت تقولي لها وانا رايحه الحضانه كانوا بيحفروا الشارع عشان يركبوا مواسير صرف صحي، قمت انا متبعككه متبشكله متفشكله وقعت في الحفره. تتضايقي؟ يخرب بيت عبطك. يا نورة انت، يعني انا اقول لها الحرج ده جه منين؟ يبقى مواسير صرف ميه سخنه. بس يا بنت خلاص. انا هعمل لك ايه بقى يا بنتي؟ اه انا عايزه افهم بقى بالظبط. اه قولي لي. ايوه. ايه اللي حصل؟ بليله سخنه اتدلجت عليا. بليله؟ اه بليله ايه يا اختي دي اللي دلقت عليك؟ بليله باللبن. بليله باللبن؟ اوي يا فرحه قلبي يا فرحه قلبي بالقوي. تصوري ان انا كنت فاكراها انها ساده. ربنا ما يحرمك من العبط يا بنت اختي. يا خاله يا خاله افهمي، انت عارفه الحضانه؟ عارفه الحضانه صح؟ وهي قايله لك انها بتشتغل في الحضانه صح؟ اهي عارفه اهي. العيال بقى العيال شقاوتها ما اقولكيش. بيضربوا بعض بالبليله. اهو والله. ايوه انت بتستعبطي يا بنت ولا بتستعبطي؟ بليله ايه اللي العيال بتضرب بعض بيها؟ فلسطيني ونقطيني. وعرفتي دلوقتي امك مفروسه منك ليه؟ يا بنت ده انت تفرسي بلد بزيها. ربنا يخليكي ليها يا خاله، ربنا يخليكي ليها. لازم بس تعتني بيها وتعملي لها اكله كده حلوه وتشوفي الجرح بتاعها برضو. انت زي امها. امال هي هتروح لمين؟ امال هي عايشه مع مين يا شيخه؟ حرام عليك حرام عليك. حرام عليا انا؟ قبل ما تنام بس تعملي لها طبق بليله باللبن هتبقى زي الفل. سلام عليكم. ماشي يا اختي. ماشي يا حنينه. ايوه انا حنينه. مع السلامه يا اختي. يلا ما تنسيش وانت خارجه يا حبيبتي تاخدي الباب في ايدي. هاخده. حاضر. مع السلامه. مين البت دي؟ وز. وزه؟ هو يا بنت تكون هي اللي عملت فيكي ده كله وانت بداري عليها مش عايزه تتكلمي؟ ما قلت لك البليله.